محمد نعبور. نمشي مع النقدار ميه كلها بالشوارع يا باش، اللي يجي مطر شلون يعني؟ هسه ماكو مطر وهيجي يجي مطر شلون؟ هاي الطسه دوره اليرموك صار اسبوع من حفرون ما حد جاهن، يمت الشياطين تموز البارحه الشارع مقطوع العالم، ترجع علم شرفه تا تعبر من ورا الميه، سيارات كلها طفت. ليش هنا جاي ميه لابي؟ اي جاي ميه لابي. وش يصير بالشوارع؟ اي يصير بالشوارع والمجاري كلها مسدوده والطسات ما حد جاب اللط، دورت اليرموك والله طولهم مترين ثلاثة وهاي هي. يا أخي الطسات ثبرتنا ذبحتنا، هاي تسع تشير تحرير وتحرير، تعالوا بلطوا. يا هذا صيف باكر شتاء، هسه بالصيف احنا طامسين زين، بالشتاء شلون؟ بالشتاء ايش راح نسوي؟ سياراتنا تكسرت. محافظ تعال اطلع شوف، يعني لو يومية يسووا لهم طسة كل شهر طسة، ما أقول يومية كل شهر طسة، كان هسه كملوهن. خدمات كلها قليلة، ما بالمستوى المطلوب زين. البطاقه التموينيه نجي على البطاقه التموينيه صفر. زين انت اليوم كمواطن يعني، انت اليوم مواطن؟ نعم. نريد نعرف شو تطالبون انتم؟ والله نطالب بالخدمات اخي، نطالب بالخدمات، نطالب بالخدمات يا اخي، ملينا تعبنا يعني، شارع تفوت بيه طسه ورا طسه طسه ورا طسه بيا، ما بس الطسات يلحمون البوري منين؟ زين انت من عتسوي البوري، عتدفن البوري، سويت البوري ليش تدفنه؟ ضضخ وبعدين تدفن البوري، انت تدفن البوري وترجع تحفر ومرت اللخ زين، والماي كله عيسترب بالشوارع، نص المناطق ما جاها مي، نص المناطق ما جاها مي، كله عيسترب بالشوارع. يا اخي والله تعبت بالعربان، الزيت تدمرت من هذا الشارع، تقليه بزعق عليه، لا مسؤول لا صام لا حجانا، كله بس متهم البوك. يا اخي والله تدمرنا. قصة هذا من الحرارة تاع المنطقة؟ قصة لا، خمس اشهر ست اشهر ما حد جاسر كل يوم، حرامي لا حد جانا، انا ادفع عربانه والله تدمرت كلها طسات. وين عيروح؟ هذا عيروح انزل ايش جوا سيارتك على اعتصا، دمرنا والله. ايش تسوي؟ تطالبون؟ نطالب نسوي شوارع دقلي سيانات وحل، ايش نسوي يا اخي؟ عربانه هاي بعد ما مطرت دقلي الوحل والصافي، انا احنا نطلب العربانه وهذه. وين المسؤولين؟ وين المحافظ؟ وين الدنيا؟ وين الأمة؟ وين العالم؟ تفضل هي شرق ويا معاناة الشعب تحت الطسات، زين السيارات تدمرت، لا مسؤول حيجي، لا محافظ يطلع، لا أبد، لا أصلا. زين هسه قاعد ببيت بذاك الجانب، وبيتي بالميدان وخرابة، و800 ألف يريد من عندي إيجار، أنا راتبي 880 ألف متقاعد عسكري، أنا منين أجيب؟ أقعد بالخرابة.